يفاكسيب معروف عالميا قاريا عربيا. حبيت نوضح واحد الامور برك بعد المقابله تاع السياسي، بعد ما جينا للفندق ما جا حتى واحد استقبلنا من الاداره السياسي، وحنا يوم جو لهنا لعبوا استقبلناهم ورحبنا بهم، وطلعنا حتى 15 يعني من لي ديريجون تاعهم طلعناهم حتى التريبيل اوفيسيال. هما سوسو انا تلاقيت معاه في الممر ثم في الدستير، ما كانش حتى كلام ولا سلام، ويتكلم هو على نادي عريق يعني اللي راه يتكلم عليه. واول به نقول سي سوسو من المفروض الملعب اللي لعبنا فيه مش ملعب، والملعب الفستير اللي اديته الوفاق سطيف مش فستير، يعني نحترم المكان هذاك ونحترم مدينه قسنطينه، بصح المكان اللي اعطيته لنا مش مكان يليق، وانتم استعملتوا واحد الامور هكذا اللي ما عندها ماهيش كره قدم، ما تدخلش في كره القدم. كاين اعضاء مكتب الاداره اللي وصلوا للملعب وما خلاهمش يدخلوا، واللي ما خلاهمش يدخلوا الاداره تاعك والمسؤولين تاعك سوسو، الاستقبال تاعك مع نادي وفاق سليف كان استقبال سلبي.